أهلا بكم في ضحايا العدوان. بحسب آخر إحصائية أجرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، أن جميع المدارس في قطاع غزة أغلقت، وهذا يعني حرمان أكثر من 625 ألف طالب وطالبة من التعليم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، عدا طبعا عن 22 ألف مدرس فقدوا وظائفهم في قطاع التعليم. وبحسب التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أنه حتى اللحظة هناك 6437 شهيدا من طلبة المدارس في غزة. إذن من بقي على قيد الحياة من أطفال غزة ووجد نفسه يعيش في مدرسته، فتحولت الصفوف إلى غرف مكتظة بالنازحين، والطابور الصباحي تحول إلى طابور لمحاولة دخول دورة المياه، والكتب والدفاتر استعملت لإشعال النار للطبخ والخبز. كيف تكون الصحة النفسية لطفل عاش كل هذه الظروف القاسية؟ بماذا يفكر؟ وكيف ممكن يتم التخفيف عنه ومساعدته على التخطي؟ كيف ستكون نظرة هؤلاء الأطفال للمدرسة والتعليم بالمستقبل؟ رح نجاوب على كل هذه الأسئلة رفقة ضيفنا الدكتور بشار عنبوسي، مدير دائرة الإرشاد في وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. بالبداية دكتور، إحنا دائما يمكن ماخذين فكرة عن الأطفال إنه بتذمروا من فكرة الذهاب إلى المدرسة، ما بحبوا الصحوة بدري، ولكن هم في داخلهم المدرسة لها مكان كتير كبير في نفوس الأطفال. فما يحدث في غزة كيف أثر على نفسياتهم من ناحية النزوح إلى مدارسهم أو هدم المدارس؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على الاستضافة. بداية يعني تحية إكبار وإجلال لأهلنا في غزة، للشهداء، الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، والحرية لأسر الحرية. يعني موضوع الأطفال إحنا بنعتبر الأطفال أكثر ناس متأثرين بالأحداث اللي بتحصل في غزة. هي أحداث يعني فوق ما إنها تصور، يعني بنحكي عنها أحداث صادمة، أحداث يعني خارجة عن المنطق، خارجة عن المألوف. صحيح في غزة تعرض لأربع حروب سابقة، لكن هذا الحرب، هذا العدوان، هذه الإبادة الجماعية كتير لعبت دور كتير أثرت على المجتمع الفلسطيني، المجتمع في غزة. وكان أكثر تأثر اللي هنا فئة الأطفال، فئة لم يسبق لها مثيل طبعا. نعم، فئة الأطفال هي أكثر فئة يعني إحنا نعتبرها بين قوسين ضعيفة، يعني يعني قابلة إنها تتأثر بالأحداث بشكل كبير. الطفل حلمه أنه يعني مدرسته تعتبر البيت الثاني لمدرسته، لكن حاليا ما بنحكي إحنا عن مدارس فقط، مدارس فيها نازحين فيها أطفال، بنحكي عن أماكن يعني طبعاً. حجم الإبادة الجماعية، حجم النزوح اللي حاصل حاليا في غزة، يعني على مستوى التاريخ، على مستوى ما لم يحصل. صحيح. إن بتتم هجوم، نزوح، حركة نزوح بهذا الشكل الكبير. دمار شامل. مدارسنا يعني أصبحت مأوى، حتى المدارس غير آمنة، يعني غير آمنة، بتم فيها ترحيل من مدارس. حتى المدارس هدمت على رؤوس. نعم، حتى المدارس اللي فيها نزوح هدمت وقصفت، تم ترحيل الناس فيها. الأطفال يعني فيه قسم كبير في خيم غير مؤهلة تكون، بمعنى خيم عبارة عن تجميع نوع من أنواع اللي نحكي عنها، الأكياس أو النايلون، غير صالح للعيش. غير صالح للأسف. لكن أنا بقول يعني أنه برغم كل هذا الدمار، برغم كل هذا الإبادة، برغم كل هذا، لكن في إصرار، في عزيمة، في إنه على الوقوف في وجه هذا التحدي، في وجه هذا الظلم وهذا الطغيان لأطفالنا. طب دكتور، بما أنه أنت ذكرت أنه يمكن كل ما يحدث في هاي الحرب جديد. نعم. وغريب أيضا، الخبراء الأمميون حذروا مؤخرا من مصطلح الإبادة التعليمية المتعمدة في قطاع غزة. بحب أسمع تعقيبك على هذا الموضوع، اللي هو بما معناه أنه إبادة كل ما يخص التعليم من مدارس. صحيح. وجامعات وحتى الأطفال يعني اللي استشهدوا. نعم، إحنا نتكلم عن 7 أكتوبر، ما بعد 7 أكتوبر. إحنا نتكلم، لو أردنا الحديث نتكلم عن 75 من الاحتلال. السلاح اللي موجود عند كل فلسطيني فينا إحنا العلم. صحيح. العلم هو سلاحنا إحنا، وبالعلم إحنا استطعنا فعلا إنه نعمل من المستحيل شيء ممكن عمله.
واستهداف الجامعات واستهداف المدارس واستهداف حتى اماكن اللجوء كان استهداف فعلا متعمد يعني. لانه الشعب المتعلم، الشعب المتعلم الذي يملك العلم، العلم شعب من غير يعني صعب السيطره عليه، صعب التحكم عليه. واللي وممارسه الاحتلال ادرك الى انه التعليم هو السلاح الوحيد اللي ممكن يساعد الشعب الفلسطيني على الصمود، على التحدي، على التكيف، على مواجهه كل هذه الازمات في موضوع العلم. فالإبادة التعليمية المقصودة المتعمدة يعني مصطلح جديد، وأنا بتصور إنه كثير من المصطلحات إحنا كشعب فلسطيني إحنا على مستوى العالم يعني إحنا أوجدناه أو أوجدها الاحتلال. صحيح. مصطلح الانتفاضة يعني صار مصطلح دولي متداول، مصطلح الإبادة الاجتماعية، النكبة، النكسة. صحيح. حتى مصطلح الصدمة النفسية حاليا إحنا كمجتمع فلسطيني الصدمة النفسية المتعارف عليها دوليا عالميا، احنا كشعب فلسطيني احنا لا تنطبق علينا مؤشرات الصدمة النفسية العالمية، في عندنا مؤشرات خاصة انه احنا عندنا نوع من الجلد، عندنا نوع من التحمل، عندنا نوع من المرونة. يمكن احنا بحاجة لعلم نفس جديد يدرس ما يحدث معنا. احنا بحاجة انه تنوضع يعني كان في حاليا في دراسة في موضوع الصدمة النفسية المركبة، احنا في عندنا صدمة نفسية مركبة، في عندنا أكثر من مؤثر، مش موضوع فقط الاحتلال، موضوع الحصار. صحيح. موضوع الحبس، موضوع الاعتقالات، التجويع، كل هالأمور يعني نحكي عنها صدمة مركبة. يعني لو طبقنا مؤشرات الصدمة النفسية على مجتمع فلسطيني احنا مختلفة، يعني لا تنطبق علينا احنا. عشان هيك هلا في كثير مصطلحات ظهرت احنا عندنا واصبحت متداولة عالميا. مصطلح الإبادة التعليمية المقصودة هو فعلا هو مقصود بتجهيل الشعب الفلسطيني حتى يتم السيطرة عليه. طيب دكتور، لو خلينا نركز شوي على موضوع نفسية الأطفال، كيف يمكن مساعدتهم على تخطي ذلك، أو بالنسبة لنظرتهم للتعليم بعد كل ما شاهدوه من تدمير للتعليم، كيف يمكن المساعدة في هذا الموضوع؟ إحنا بشكل عام نحكي عن موضوع الدعم النفسي لموجه الأطفال. إحنا كوزارة التربية والتعليم كدائرة إرشاد نفسي تربوي في عنا فرق دعم نفسي. أنا بحكي عم السوى الضفة الغربية، عم السوى قطاع غزة، وفرق الدعم النفسي تتوجه إذا كان في عنا أزمة، في عنا طوارئ، إنه هذا فريق مدرب مؤهل إنه يتم معالجة الحدث الطارئ بهذا الموضوع. بيتم التوجه للمكان للمدرسة اللي ممكن يكون في حدث طارئ أو في أزمة، بيتم الفريق بيشتغل على موضوع له علاقه بالاسعاف. هذا في الضفه الغربيه الكلام، في اسعاف النفس بشكل عام. في غزه في عندنا في غزه وحدات مركزيه علاجيه في كل عندنا في ست مديريات في غزه، في كل في عندنا وحده ارشاد نفسي مشكله من المرشدين التربويين، بيتم فيها تحويل المرشدين الطلاب اللي بحاجه لتدخل علاج نفسي اكثر. كان هذا الموضوع قبل الحرب، قبل العدوان. لكن بعد العدوان التواصل بسبب انقطاع النت والتواصل معهم، التواصل على مستوى الارشاد بيتم التواصل بشكل فردي مع المرشدين اللي تقريبا بيعملوا مع مؤسسات دوليه، مع مؤسسات محليه لها علاقه بالدعم النفسي، بالتفريغ النفسي في خيم النازحين. بنعرف احنا مدارسنا اصبحت مراكز قوى وصعب التنفيذ فيها، رغم انه في صعب التنفيذ فيها تتم هناك بعض النشاطات تحولت الى مدارس. نعم حتى المدارس، حتى هناك في تفاعل على مستوى مجتمعي، على مستوى شعبي في غزة. الناس عندها أمل، الناس عندها جلد، الناس عندها إصرار على إنه النهوض من هذا الحدث. صحيح. إنها تتكيف وإنها تتأقلم وإنها تحاول تخرج من هذا الواقع الأليم اللي هنا بمروا فيه. ففي عنا مرشدين بيشتغلوا على مستوى الفردي مع المؤسسات المحلية وحتى مع المؤسسات الدولية في موضوع ليس فقط مع الأهالي، مع الطلاب، مع المعلمين، مع الفئة الموجودة داخل المدرسة. بالنسبة دكتور للخيام اللي تحولت لمدارس، قديه مجدي هذا الموضوع؟ هل هو مفيد على مستوى التعليم أو أنه بس مجرد موضوع يمكن نفسي بعتقد عشان نشعر الطفل بأهمية التعليم حتى وإحنا في ظل الحرب يعني نتعلم في أبسط الإمكانيات؟ نعم، المكان مهم جدا. يعني المكان، يعني إحنا في عندنا برامج له علاقة بالمدرسة الداخلية للطفل والمدرسة الجاذبة للطفل في بشكل عام، لكن في غزة وضع خاص جدا. صحيح. يعني إنه على لا شيء جاذب، هذه يعني رسالة. صحيح. هذه رسالة إلنا إحنا، رسالة لمجتمعنا، رسالة من أطفالنا، رسالة من الناس إنه إحنا شعب قابل للحياة رغم كل هذه الظروف. إنه ولو كان التعليم فيه بسيط ولو كان مؤشرات بسيطة، لكن إحنا متمسكين في الحياة، متمسكين في العلم،
متمسكين. احنا 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 شعب حر ينشد الاستقلال، ينشد الحريه، رغم كل هذه الظروف بنحاول انه نخلق من ولا شيء شيء. فاحنا بنشوف بعض المظاهر الموجوده في غزه فعلا انه اصرار، اصرار على الحياه، اصرار على التعلم، اصرار على استكمال هذه الحياه رغم كل هذه الظروف الصعبه. يعني يمكن الطفل في داخله لما يشعر انه احنا نبحث عن الحياه حاليا، نبحث عن الماكل والمشرب والبيت، وفي نفس الوقت في مين بسعى انه يوفر لنا التعليم حتى لو في خيمه. نعم. فقد ايه هذا الموضوع اثره كبير على نفسيه الاطفال؟ نزرع الامل، نحاول نزرع الامل. يعني التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم لها برامجها، لها خططها على موضوع التعليم، على موضوع الدعم النفسي، على موضوع تفريق توفير المكان الامن. وفي خطط جاهزه في وزاره التربيه والتعليم انه للتعامل ما بعد انتهاء الحرب، انه كيف يصلوا لجميع الطلاب. حتى حاليا على مستوى الطلاب الثانويه العامه في تواصل مع الطلاب، وسمحوا للطلاب انهم بامكانهم يقدموا الطلاب اللي ممكن وفروا مكان، القادرين على انهم يكملوا الثانويه العامه. احنا كوزاره التربيه والتعليم وين في مجال ان نساعد طلابنا انه يستكملوا تعليمهم، بيستكملوا التعليم جدا. حتى على مستوى الجامعات، الجامعات الوطنيه المحليه فتحت المجال لطلاب الجامعات ان يستكملوا عبر التعليم الالكتروني. الالكتروني جميل. فجامعه النجاح، جامعه الامريكيه، جامعه قدس مفتوحه، فبتواصلوا مع طلابهم. احنا شعب فلسطيني، يعني الشعب حي. صحيح. شعب حي. شعب حي. والتعليم انا كمان ذكرت في كلامي، يعني التعليم سلاح. طبعا التعليم سلاحنا الوحيد اللي بنستطيع ان نقف فيه امام كل هذه التحديات. يعني دكتور، في طلاب في العام الحالي رح يقدموا التوجيهي من غزه. نعم. عن طريق الالكتروني. في طلاب بتوقع من القاهره، لانه من غزه حيكون صعب جدا، لانه صعب. موضوع النت والتواصل مع النت وصعب جدا. النت نعم. ضعيف ومستهدف. بتوقع ان الطلاب سجلوا في القاهره على انهم يتواصلوا مع التربيه والتعليم وتم تسجيل اسمائهم. جميل جدا. يقدموا امتحانات على الاقليه. احنا نستطيع وين في مجال نستطيع ندعم، نساند كوزارة التربية والتعليم، احنا عندنا الاستعداد ان شاء الله. طيب دكتور، بالنسبة لما بعد الحرب، قد ايه صعب او سهل، خلينا نعرف منك، انه يرجعوا هؤلاء الطلاب على التعليم؟ قد ايه كمان مهم انه نشعرهم انه التعليم مهم كمان، حتى لو انتم مريتوا في تجارب كثير قاسية، لو زي ما حكيت انت الصدمة، قد ايه راح تأثر عليهم؟ يمكن يبطلوا يحبوا التعليم مثلا، او يصير عندهم نفور او ذكريات سيئة مع هذا الموضوع. احنا امام واقع اليم، في اطفال يعني بدون اباء، بدون امهات، فقدوا الاب، فقدوا الام. في اطفال يعني زي ما حكينا، في عنا حوالي تقريبا فوق 6000 طفل مدرسه، اطفال مدارس. صحيح. احنا بنحكي تقريبا عن 70-75% من الشهداء من الغير مقودين، من الاطفال، من النساء. يعني موضوع الرجوع بده يكون عمل جاد، عمل مكثف، عمل من قبل جميع العاملين في المجال النفسي، على مستوى مرشدين تربويين، على مستوى مؤسسات عامله في الدعم النفسي، على مستوى جهود محليه، جهود دوليه، انه فعلا نحاول الخروج من هذا، نحاول يكون عندنا نشفى من هذا الموضوع، من هذا الصدمه. والعمل مش حيكون سهل، لكن انا بقول في عندنا احنا امل، عندنا اراده قابله للحياه، عندنا اراده قابله ان احنا نصنع شيء، نصنع المستحيل ان شاء الله. ممكن تكون اثرت عليهم دكتور من ناحيه صعوبات التعلم؟ ممكن. احنا في عندنا طلاب، حيكون في عندنا طلاب ذوي اعاقه، طلاب ذوي احتياج خاص، فكل الفرق، كل العاملين في هذا المجال على مستوى الدعم النفسي للاطفال العادي، الاطفال ذوي احتياج خاص، حيكون بتصور حيكون في جهد كبير، في كبير. وقبل هذا الموضوع انه في موضوع توفير المكان. صحيح. وخطه وزاره التربيه والتعليم عندها خطه وعندها احصائيه انه كيف يحاولوا يوفروا المكان. المكان يعني بين قوسين الامن لاستكمال العملية التعليمية. يمكن في دور كمان كبير على الأهل دكتور. نعم نعم نعم. شو ممكن نوجه لهم؟ إحنا بنحكي عن الرسالة المتكاملة. الرسالة المتكاملة، الطلاب، المعلمين، الأهل، المجتمع المحلي، كل هذه الأحاور لها دور كبير في موضوع إنه يكون في عمل متكامل، عمل متجانس، إنه فعلا إحنا نشترك كل كوحدة واحدة. إحنا بدون هيك صعب النجاح. كيف ممكن الأهل يقدموا المساعدة لأطفالهم من ناحية التعليم؟ شو ممكن ننصحهم؟ إحنا ما ننسى الأهل بتأثروا. طبعاً. يعني الأهل تأثروا والمعلمين تأثروا. يعني في عندنا شهداء من الأهل، عندنا شهداء من المعلمين. صحيح. والمعلمات عندنا شهداء. خسروا وظائفهم. فإحنا بنحكي عن عمل مجتمعي. عمل مجتمعي بيستهدف الجميع. بيستهدف الأهل، بيستهدف المعلمين، بيستهدف الطلاب. إحنا في محاولة تزويد في مهارات إلها علاقة بالدعم النفسي. انه كيف يتكيفوا، كيف يتقبلوا، كيف يقدموا المساعده الطلاب، المعلمين والاهالي لابنائهم للطلبه.
يعني احنا بحاجه لعمل متكامل. نعم نعم. وبحاجه نعم. لتعاون اكيد ما بين الاهل وطنيه والمدرسه. خطه وطنيه بتشمل جميع الوزارات، ليس فقط وزاره التربيه والتعليم، بنحكي عن وزاره الصحه، بنحكي عن وزاره التنميه الاجتماعيه، بنحكي عن وزاره التربيه، بنحكي عن هيئه الاسرى. ففي كثير هيئات لها دور كبير في انه النهوض بخطه وطنيه متكامله للخروج من هذا الوضع اللي بين قوسين وضع الآثار الإبادة الجماعية في غزة. إن شاء الله. بس حابة أعرف منك دكتور آخر معلومة بالنسبة لطلبة الضفة الغربية اللي شهدوا على الحرب في قطاع غزة وكمان عاشوا، كمان إحنا في عنا يعني ظروف غير اعتيادية يمكن في الضفة أيضا، كيف تأثرت نفسياتهم وشو الدعم اللي ممكن نقدمهم؟ نعم نعم. تأثر طلاب أكيد، إحنا مجتمع واحد يعني، إحنا طبعاً بجوز الحدود السياسية فصلتنا، إحنا فصلت، لكن إحنا متواصلين، إحنا جسد واحد. إحنا نحكي عن 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 رئة، عن رئة، رئة في الضفة ورئة في غزة، ما نسيت القدس، احنا القدس جزء طبعاً اصيل في في, في فبقول تاثروا طلابنا احنا، وكان المرشدين التربويين كان في لهم جولات وفي لهم توجهات وفي واستهدفوا المدارس اللي واستهدفوا الطلاب حتى عبر التعليم الالكتروني عبر منصات التيمز واللقاءات الوجهيه كانت تصير مع الطلاب. ففي عندنا احنا برامج لها علاقه بالدعم النفسي، لها علاقه بالتفريغ النفسي، مرشديننا بعض المؤسسات العاملة في هذا المجال المحلية دولية، فكانوا مساعدين معنا إنه إحنا تواصلنا ونتواصل مع الطلاب حتى فعلا إحنا بنحكي إحنا جسد واحد، ما بنحكي غزة وطف الحالة يعني. طبعاً إحنا بنتأثر يعني. مشكورة جهودكم أكيد. بدي أشكرك دكتور بشار عنبوسي مدير دائرة الإرشاد النفسي في وزارة التربية والتعليم، شرفتنا. شكرا لكم الاستضافة، وإن شاء الله بنخرج من هذه الأزمة إن شاء الله، إن شاء الله. متصلين رافعين رأس النصر إن شاء الله. إن شاء الله. وبالنهاية مشاهدينا، معروف عن الشعب الفلسطيني كم أنه يقدر ويهتم بالتعليم وأنه من أكثر الشعوب العربية تعلما، كما لو بحثنا عن نسبة الأمية في فلسطين سنجد أنها من أقل المعدلات في العالم. إذن لا شيء سيمنع هذا الشعب الجبار من استكمال مسيرته لإنشاء جيل واعي ومتعلم. ألقاكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.